أين ذهب السحرة؟ السحرة كانوا في التاريخ، اكو واحد منهم باقي، الذين قاوموا الأنبياء بسحرهم، بكهانتهم، بقوا كلهم انتهى، وبقي الأنبياء، وبقي الأوصياء. وين أبو جهل راح وين أبو سفيان راح راحوا في مجاهل التاريخ والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي قاوموه بكل ما أمكنه النبي صلى الله عليه وآله يذكر في المنائر في كل يوم إذا تلاحظون الكرة الأرضية، الأذان تدريجي يصير الظهر، ففي الخط الأول يرفع فوق المناير أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ما ينتهي الأذان في هذا الخط الأول الشرقي، الشمس تدلك في الخط الثاني بعد كم؟ دقيقة يعني بمجرد انتهاء الأذان الأول تقريبا يبدأ الأذان الثاني أشهد أن محمد رسول الله بمجرد ما ينتهي الأذان الثاني يبدأ الأذان الثالث أشهد أن محمدا رسول الله وين أبو جهل وين أبو سفيان وين معاوية الذي جيش الجيوش وأمثال معاوية الأمويون العباسيون من قبلهم من بعدهم اللي حاولوا أن يمحوا اسم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه الآن في كل العالم في شرق الدنيا وغربها ينادى فوق المنائر أشهد أن علياً ولي الله يزيد واليزيديون وين راحوا الإمام الحسين صلوات الله عليه طبعا رأيتم جانب صغير من هذه العظمة الدنيوية تسع ملايين في بعض الإحصاءات بعض يقولون هواي أكثر من ذلك شيوخا كهولا أطفالا حتى اطفال رضع شايليهم من مسافات بعيده بعضهم 15 يوم يمشون على اقدامهم حتى يصلوا الى هذا المرقد المطهر. واحد من الاخوه ذكر لي قال انا شفت في كربلاء واحد مقطوع الرجلين دا يزحف وهو جالس في حاله جلوس تدرون شنو يصير في لحم في هذا اللحم الذي يزحف يزحف وهو مقطوع الرجلين يقول عندما شفت هذا المنظر بكيت بالاختيار واحد إحدى رجليه مقطوعة يعتمد على عكازة من مسافة حوالي 500 كيلومتر يمشي كم يوم في الطريق 13 يوم 14 يوم 15 يوم وعندما يقولون له ما تعبت واحد مقطوع الرجل على عكازة ما تعبت يقول في طريق الإمام الحسين ما تعب وين ذهب يزيد واليزيديون راح ويبقى الحسين صلوات الله عليه شامخا يتحدى الزمان طبعا هذا في الأرض الحسين في السماء أكبر منه في الأرض